شكرا. سنقترب من عتبة 11 مليون تلميذ عبر مختلف المستويات التعليمية خلال السنة الدراسية المقبلة، منهم 425,625 تلميذ جديد سيلتحقون لأول مرة بالمدرسة، أي ما يقارب ارتفاع بنسبة 4.03% من تعداد التلاميذ. أعلم الجميع أنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل توفير الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي 22-23، وفي هذا الشأن تم اعتماد 1478 مكتبة خاصة على المستوى الوطني، والعملية ما زالت مستمرة. اعتماد البيع الإلكتروني، هذا كذلك من مستجدات الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله. تم تجديد اتفاقية الشراكة بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وشركة خاصة من أجل بيع الكتاب الإلكتروني عبر كامل التراب الوطني، مع ضمان خدمة توصيل الكتاب المدرسي إلى طالبه في مكان تواجده عبر 58 ولاية أو 60 مديرية. في الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله أخذنا كل تدابير على أنه انطلاقا من اليوم الأول من الدخول المدرسي لا يبقى ولو فوج واحد بدون تأطير، ولهذا قمنا بهذه الندوة في وقت مبكر في هذه السنة حتى نأخذ كل الإجراءات وكل التدابير لضمان تمدرس لكل الأفواج التربوية، وعددها يتجاوز 350,000 فوج تربوي لضمان تأطيرهم وابتداء من اليوم الأول.